بقول لك ايه يا نوال؟ ايوه دكتور. في موضوع كده عايز الفت نظرك ليه، بس انا مش عايزك تاخديه بحساسيه. يا خبر يا دكتور، حضرتك ما تعرفش قد ايه انا بقدرك وبحترمك. انت مش شايفه ان وجودك هنا معايا يعني مش طبيعي؟ ازاي يعني؟ المفترض ان انت طالبه عندي. مظبوط. وانت عارفه طبعا ان انا اكبر منك سنا. عادي. يبقى المفروض لما نتقابل يبقى في مكان عادي جدا اننا نتقابل فيه. هو في مكان عادي اكتر من كده؟ في النور وفي وسط الناس محدش يقدر يقول اي حاجه. ازاي بقى يا نوال؟ يعني الشكل العام بيخلي الناس مخها يروح لبعيد، وانا لاني بقدرك وبحترمك زي ما انت بتحترميني بالظبط، ده بيخليني احاول احافظ عليك وما اخليكيش عرضه لكلام الناس. طب حضرتك شايف ايه؟ يعني انا شايف ان احنا لما نحب نشوف بعض بعد كده يبقى في الكليه، عشان ما نديش فرصه لحد يتكلم. وهي في الكليه ما فيهاش ناس ممكن تتكلم برضه؟ لا لا لا، ساعتها هيبقى كلامهم ملوش اي معنى. عارفه ليه؟ لانك ممكن تقابليني وتشوفيني زيهم بالظبط. انا كنت فاكره لما نتقابل بعيد عن الطلبه والكليه ده احسن، هنتجنب اي حد من اللي نفوسهم وحشه اللي ممكن يتصور اي حاجه غير الواقع. قلت لك اديني فرصه، الامور ما بتتحلش في يوم. حاضر يا سيدي، تاكد ان انا مقدر الظروف، اطمن. بالمناسبه ما تتصلش بيا تاني على نمره الشركه، اتصل بيا على الموبايل زي ما قلت لك. ولا اقول لك ما تتصلش انت، انا هتصل بيك ان شاء الله حتى كل يوم. انا مش عاوز اي حد يحس باي حاجه. خلاص. اهم اهم، معايا دافي عصام بيه، ممكن ادخله؟ ما بيحترمش مديرين المكتب. طيب مع السلامه. مع السلامه. انت اتفقنا؟ اهلا يا هدى. ازيك يا بابا؟ انا كنت معديه كده فقلت اجي اسلم عليك. سلم عليا ولا تسلم على صاحبتك؟ سلم عليكم انتوا الاثنين، وبالمره يعني اشوفها شغاله كويس ولا لا. اتفضلي اتفضلي. شكرا. نجوى دي انسانه ممتازه. دي شهاده نعتز بيها يا بابا. لا بصي بقى، الاعتزاز حاجه والتقدير حاجه تانية خالص. يعني طالبه مكافاه. يا سلام عليكي، يا سلام عليكي وعلى نبهتك، اموت فيكي كده وانتي بتفهمي في كل اللغات. طيب اعملي لي كشف بكل اللي شغالين معاكي وانا همضي. ايه ده، احنا نهزر يا باشا ولا ايه؟ لا انا واحد ما بحبش الهزار. كده برضو يا شيخ، دي عامله تعمليها فيا؟ تخيل ناخد مكافئات على الصبح، كانش العشب. بعد اذن حضرتك اروح اجيب الكشف اجي على طول. نجوى دي يا بابا بني ادمه زي العسل، سمعت قالوا ايه؟ يا ستي ربنا يسعدها ويديم عليها الابتسام. نجوى دي كانت في الكليه حكايه. خلينا في حكايتنا احنا. حكايه ايه؟ ايهاب، هو في حكايه غيره؟ هو كلمك تاني ولا ايه؟ اول تليفون جالي ساعه ما وصلت. انا مش عارفه هو مستعجل على الجواز كده ليه؟ لو تساليني انا عن نفسي، انا ما بحبش الاستعجال. اي اب مهما كان بيحب ولاده وعاوزهم يفضلوا دايما قدامه، بيفرح لما يجوزهم، لانه بيعتبر نفسه قد رسالته. انا اتصلت بيكي قبل الظهر، ما كنتيش موجوده في المكتب، وكنت قافله الموبايل بتاعك، ما بترديش على حد. كان عندي مشوار. مشوار ولا بلاغ؟ بلاغ عن ايه؟ عن الصفقه المشبوهه بتاعت الاسلحه. ومين قال انها مشبوهه؟ شكلك وانت قاعده تتكلمي معاه. جرى ايه يا شوكت بيه؟ هي الناس دلوقتي بتتاخد بشكلها؟ بتحديها. الكلام اللي قلتيه علشان العموله مع الناس دي كان تهديد مش اتفاق. ليه جه في دماغ حضرتك انه تهديد؟ ده نوع من انواع البحث عن نقط الضعف. فيك؟ في التعامل اللي انت خايفه منه. شوفي يا عزيزه، انا لما كلمتك عن نفسي كلمت بمنتهى الصدق ومنتهى الصراحه. لما قلت لك ان انا عايزك تبقي جنبي، كان هدفي كله ان انا ابعد اي افكار سيئه عني موجوده عندك في فكرك. الانسان اللي في سني وفي مكاني مش ممكن يفكر في اي علاقه ماشينه. انا كل اللي حصل مني ان انا كنت بتكلم بصوت عالي، كنت عايز اعرف بنت البلد اللي انا اعرفها يا ترى هي لسه زي ما هي ولا في حاجه غيرتها. شوكت بي، انا
أنا إنسان صحي جدا في حياتي، ماليش في الطيش ولا في السفه زي ما أنت بتظنني. أنا صحيح قلت لك أنا معجب بيكي، لكن ده مش معناه إن ده يقل من احترامي. ده اللي عايزك تفهميه، مش شغلة نفسك. الراجل ده عايز مني إيه، وإزاي أقاومه، وإزاي أقايله. حضرتك مش ملاحظ إنك افترضت أجوبة الأسئلة؟ حضرتك برضو اللي حطيتها. على فكرة بقى، أنا لو قلقانة أو خايفة عمري ما هستمر. نفسي أقول اللي فات مات وابتدي من جديد. معاها هتقوليها أحلام، معاها هتندمي على كل لحظة فاتت كنت فيها سجينة الماضي. الدنيا جميلة جدا أحلام، تعالي نعيشها. أي حاجة تخوفنا تعالي نكسرها ونعدي خوفنا. الدنيا اللي فيها الخوف هي الدنيا اللي فيها السعادة، وطول ما احنا مركزين في الخوف عمرنا ما هنشوف أي حاجة من السعادة. كان نفسي أسمع الكلام ده من زمان قوي. الكلام ده أحلام لو ما كانش بيعبر فعلا عن اللي جواكي ما كنتش هتقدري تسمعيه للآخر. وده بيثبت لي إن المشاكل اللي كانت جواكي من الماضي أثرها بيتشال يوم ورا يوم. هي دي الحقيقة اللي أنا عايزك تعرفيها وتعلميها لإخواتي كلهم. ده لو أنتي كنت عايزة تبدأي من جديد فعلا. معاك بس. وأنا معاكي دايما ومش هسيبك. لو قصدك يعني إن أنا على علاقة بحد، المفروض تشكريه إنه يعرف واحدة معوقة زيي، والسلام كتير في الشارع، وكفاية بقى اللي أنا فيه كفاية. يا عزيزة. بلا عزيزة بلا زفت. أنا شايلة المسؤولية كلها فوق دماغي. أنا تعبت وأنا تعبت. اغلطوا وتأخروا واعملوا اللي أنتوا عايزينه. ما حدش عايز يمشي غلط يا عزيزة. الكلمة دي كبيرة قوي إنك تقوليها. وإنتي إيه الغلط من وجهة نظرك؟ الغلط إن إحنا نعمل حاجة من ورا بعض أو نتعلق بصنف راجل. وهو ده اللي أنا أقصده. اللي يشوفك كده يقول حاجة تانية. بلا تاني بلا تالت، أنا خلاص طهقت. يبقى لازم تغيري معاملتك لينا. إحنا من بنات صغيرين زي زمان يا عزيزة. المعاملة اللي كنت بتعمليها لنا زمان ما تنفعش دلوقتي. لطفي عاوز يتجوزك، وقال إنه ممكن يساعدني إنه يرجع لي البيت لو وافقتي على الجواز. من الآخر كده. يعني البيت هو المهر اللي هيقدمه لك. ويقدمه لي ليه؟ أنا مالي؟ لو وافقتي على الجوازه دي حلال عليك البيت وحلال عليك اللي عنده كله. ده رايك؟ رايي بقى لو اتجوزتي الواد ده تتجوزيه بعيد عني خالص، لان انا طايقه اسمع اسم المعداوي ولا نسل المعداوي اللي كان السبب في قطيعتي انا واختي. ده هو ده رايك الاخير؟ هو ما عنديش راي غيره. انا لا عايزه غيط ولا بيت، انا كل اللي عايزاه ان ربنا يكرمني ويسترها معايا لحد ما. ولو قلتلك بقى ان انا عايزه ارجع لك البيت وفوقه حقك وزياده كمان، يبقى انا من سكه وانتي بسكه. هرجعه من غير جواز. من غير جواز ازاي؟ كل واحد بقى وليه طريقته، وانا اهو ولطفي اهو. مالكيش دعوه بيه. لطفي ده طول عمره مجرم وقليل الحياه وممكن يطول عليك. اذا كان بايده هكسرها له، واذا كان بلسانه هقطعه له، وإذا كان هو بقى مشغل بلطجية فأنا عندي بلطجية زي وزيادة كمان. باني أنا أقول أبعت الرجل الكبارة الرجل الدقرم عشان خاطر يروح يعرف منها ولا من غيرها الواد أخويا بيروح لها ليه؟ ترجع كده ببساطة خالص وتقول لي ده كان عندها في زيارة عمل. تطلع إيه زيارة العمل ليه؟ معناها إيه؟ فهمني. يعني أعمل إيه؟ ما هو اللي قال كده. هو مين اللي قال كده؟ الراجل عاد المغزى اللي بيشتغل عندك. طب والراجل اللي بيشتغل عندها ما اشتريتوش ليه؟ ودي هشتريه ازاي يعني؟ هذا من مؤاخذة. تشتري ازاي؟ بالفلوس. بالفلوس يا عم سالم، بالفلوس تقدر تعمل كل حاجة وتشتري كل حاجة. الواد ده لو كنت انت بس لغيته بقرشين كان باعها لك هي واهلها وكل اللي يتشدد لها كمان. بس خلاص خلاص، يظهر انك انت كبرت وتقلت وعجزت، وشغل الشقاوة بتاع زمان ده ما بقاش يليق عليك. أنا مش هقولك هتحقق المشوار، يلا زكا، لكن تاني مرة لما أنا أحب أعرف حاجة هبقى أبعت الناس الواعيين مش التايهين.